الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. مرحبا بكم في معرضي الفني التشكيلي بعنوان رحلة فواياج. أنا الفنانة التشكيلية ربيعة الرينشي من الوطن القبلي. مرحبا بكم في معرضي الشخصي الثاني في رصيدي، متحصل على منحة دعم من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني سنة 2019. إذا حبيت نصنفه أنا يعني من الداخل في منطقة التشخيص الحر، لأنه شخصياتي أنا لا أرسم الواقع وإنما أنا أرسم ما أشعر به وما أتخيله. اليوم المعرض يتواصل من اليوم الخميس 16 جوان 2022 ويتواصل إلى غاية 29 جوان 2022. سيتم تقريبا افتتاحه بطريقة أكبر وبطريقة رسمية أكبر في ربيع الفنون الذي سيقع افتتاحه إن شاء الله اليوم الجمعة القادم 24 جوان. المصافحة اليوم تكون مع الفنانة مبدعة واعدة إن شاء الله، مش تكون معناها يعني مازالت شابة، ربيعة رينشي. هي فنانة من ولاية نابل، تحصلت على دعم من الصندوق الوطني للدعم للتشجيع على الإبداع من وزارة الشؤون الثقافية. عملت معرض في نابل في المستيفي، تم الاتصال بها وحبينا نعملوا معها النشاط هذا تشجيعا لها باش الناس تشوف، لانه حتى النوع نتاع الفن البانتور في يعني فن اخر، وكما تشوف ربما اللي ربما يتبادر للذهن دوما تشوف اللوحات نتاعها تقول علاش لي بورتري الكل متشابهين برسك نفس الشخص، فتفهم واحد كونه حكايه فيها شخصيات، يعني هما شخصيات اساسيه، كل مره تدخل شخصيه اخرى وهي فنانة ترى كل تابلو فيه حكاية، ثم تمر للتابلو الثاني وهكذا، فتجمع كل معرض الكل هذا جز في تابلو واحد، في حكاية واحدة، كل تابلو فيه حكاية مراحل. يعني معرض عجبني حقيقة، ربي الألوان، تناسق الألوان، خدمة ممتازة برشا، فيه مجهود. إن شاء الله المعرض هذا مش توصل حتى الترونت، حتى نهار 30 جوان الشهر الحالي. هو في الحقيقة مش السر كونه المعرض هذا اليوم ركب واليوم صفحنا الفنانة متاعه ومش ياقع من أغلق المعرض هذا، باش يكون معناتها افتتاحه الرسمي في ربيع الفنون نهار 24، افتتاح رسمي لهذا المعرض. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.